بنرحب بجميع المشاهدين من كل مكان من قناه الحريه في حلقه جديده من برنامجكم مسيح الاسره. واحنا في الحلقات اللي فاتت ابتدينا سلسله عن تربيه الاطفال. والنهارده هنكمل من سن سنتين لاربعه. وقبل ما نبتدي الحلقه زي ما تعودنا الدكتور نبيل هيكلمنا كلمه روحيه منفعه لينا ومفيده لينا. واهلا بيك يا دكتور نبيل. اهلا. اهلا واتفضل حضرتك تكلمنا كنا المرة اللي فاتت أنا ما اذكر كنا قلنا ان النتيجة للقيامة في افس ستة انه الرب اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع فايه هي السماويات دي؟ فممكن نقول السماويات القداسه المحبه الالهيه الفرح السماوي السلام الذي يفوق كل عقل النور فالنهارده بنعمه ربنا اخد حاجه واحده بس مهمه قوي في الحياه الروحيه وهي حياه الفرح حياه الفرح الفرح ده ثمره من ثمر الروح القدس بالظبط حيثما الروح موجود مم. فالثمر بتاعه موجود آه في ناس متعودين مم. ان هم يعني عايشين فرحانين ويفرحوا اللي حواليهم وفي ناس غاويين نكد وينكدوا على اللي حواليهم فبالنسبه للحياه الروحيه أو. الفرح آه ربنا قال في الجزء الاخير الوداعي بيقول لهم إيه ساراكم فتفرح قلوبكم فتفرح قلوبكم ولا يقدر احد ان ينزع فرح ان ينزع فرحكم, فرحكم منكم بالضبط وجه في يوحنا 17 قال ايه طلب من الاب ان يعطينا فرحه مم. كاملا فيا يعني ايه الفرح يعني ايه الفرح يعني ايه الفرح, يعني إيه الفرح؟ طب أنا, انا بفرح لما بنتكلم عن الفرح فكلمنا <applause> قلنا ايه هو الفرح يعني مثلا الفرح اقول نكت لا هل الفرح ان انا بكهكه كده ومن جوه انا يعني حاول الشيخ الروحاني اللي هو القديس يوحنا يعرف الفرح قعد يتكلم صفحات وفي الاخر ما فيش يعرف الفرح ان الفرح ده من احد الكمالات الالهيه ربنا عايش في فرح وعاوز يفرحنا نسميها الفرح السماوي وهل ده لازم للحياة الروحية طبعا لازم الحياة الروحية فلما اقعد افكر في الفرح يا ترى الفرح عبارة عن ايه اقول اه قلبي فرحان طب يعني ايه فممكن اقول الا عكس الفرح الحزن مثلا الناس عارفين اه قلبي حزين عندي حزن كطبع قلبي من جوه الفرح بيختلط مع السلام حاله دي ثمره من ثمر الروح القدس الله بينعم بيها على اولاده <applause> كلنا جوانا ثمره الروح القدس <applause> حيث ما الروح موجود ففي الثمر بتاعه لكن في حد له خطه ان هو يحاول ينزع فرحنا م. يحاول يغير الفرح بتاعنا م. الى حاجه مضاده وطرق كثيره جدا جدا المسيح معه الفرح ربنا معه الفرح الشيطان هو اللي مش عاوز يفرح الفرح غير السعاده السعاده دي حاجه مرتبطه بحاجه تحصل يعني م. مقدرش اقول السماء فيها سعاده لا فيها فرح السماء فيها فرح اه في ناس يقول لك انا فرحان قوي النهارده عشان انا سرقت بنك واحد بيفرح لما يضرب مراته واحد بيفرح لما يقتل أوه. واحد بيفرح لما يعيش في نجاسه طبعا ده مش الفرح هنا يعني يقولوا في فن لا ده اللي بيتقال عليه فرح الفاجر للحظه ده مش فرح ده مش فرح لا. او على الاقل مش ده الفرح اللي بيتكلم عليه الفرح السماوي ده دا. اه دايما الشيطان بيحاول يغطيه بالخطيه ما فيش انسان عايش في الخطيه تلاقيه فرحان من جوه لا بيضحك بيضحك من بره مم. ما ناس بينكتوا نكت كتير واحنا كمصريين غاويين نكت يعني لكن النكت ديت تساوي الفرح السماوي طبعا لا ده فرح داخلي وخارجي بيبان علينا ف لما المسيح وعد تلاميذه ان هو سأراكم فتفرح قلوبكم ادانا الـ الـ الوسيله او احدى الوسائل انه اذا كنت انا موجود في البيت وعارف ان مسيح الاسره موجود معايا م. وانا عايش معاه وبفكر فيه وبعض الناس شايفينه متواجد في الاخرين او متواجد م. بشخصه ساراكم فتفرح قلوبكم معنى كده ان رؤيه المسيح سواء في الاخرين أو في الوسط اللي عايش فيه أو رؤيته مباشرة لأنه بيننا علينا برؤيته بطرق مختلفة. فتفرح قلوبنا. مش ممكن واحد أبداً هيبقى عايش كده متواجد مع المسيح وفي أحضانه وهتلاقيه حزين ومكتئب. بس أنا بنبه كل المشاهدين إن بعض الناس اللي عندهم اكتئاب. حاسين بحزن. وعشان هم ناس مؤمنين كويسين بيقولوا انا عندي خطيه كبيره مش قادر افرح اللي هي الاكتئاب يعني يعني بيفتكروا أنهم بيقولوا عشان هم مش قادرين يفرحوا بسبب مرض الاكتئاب ان ده خطير لا ده مش خطيه عليهم لا لا. انا بنبههم ده حرام ربنا عارف ان انتوا عندكم مرض معين قلبكم من جوه بيتمنى الفرح <applause> وانتوا فرحانين بالسماويات جايز بتفكروا في السماويات والمكان الحلو بتاعنا في السما والسما مفتوحه قدامكم كل حاجه لكن الحزن الواحد حاسس بيه ده لو يعني عنده اكتئاب ده احدى اعراض مرض الاكتئاب والله لن يحاسبني انا انسان مريض فما اخافش من حاجه زي كده ابدا وبعضهم يقول انا قربت اروح السما خلاص بس عندي حزن واكتئاب شديد اقول له ما تخافش الله عارف زي واحد مشلول مثلا يعني مش قادر يعني مثلا المفلوج لما نزلوه من السقف كده قدام المسيح انجيل متى لما نقرأ بالانجليزي بيقول ايه يا ابني افرح قال بيقول له مغفور لك قال له ابني افرح تشير اب ايه مش موجوده في العربي بشاره الملاك جبرائيل لست العذراء في لقاء واحد كان بيقول لها ريجويس ريجيس يعني افرحي مش سلام لك بس لا ده افرحي مم. آية ممتلئة نعم مم. يا ترى احنا ممتلئين نعمة يا ترى ده النعمة محوطانا والنعمة عندها نعمة فوق نعمة مقيمون فيها لأنه ولما ربنا يشوفنا احنا تعبانين من حاجة يزود نعمته حوالينا يا ترى ايه اللي بيجيب فرح؟ ايه اللي يجيب في حياتنا فرح؟ فرح الحقيقي. احنا قلنا اللي بيمنع الفرح خطيه الخطيه مضى فرح قلوبنا لاننا اخطانا والخط يعني <applause> والخطيه بانواعها بقى الشيطان بيحاول يخلينا مثلا ندبر ندبر بنخطط لشيء غلط أو. ده مجرد خطيه فاثناء التدبير الخطيه الواحد بقى مشدود مش فرحان امتى ابقى فرحان حقيقي لما اكون عايش في حريه اولاد الله يعني عايش في توبه ان يعني التوبه من الخطيه تخليني على طول عايش فرحان فانا اذكر قصه قالها آه واحد اسمه القديس آه اظن انستاسيوس السينائي عن واحد راهب كان عايش في الدير في سينا والراهب ده عايش بتهاون في حياته يعني ملوش قانون روحي صلاه معينه يعني بتهاون قوي وبعدين لما بيحصل ان واحد بيبتدي تيجي لحظه الانطلاق والسفر للسماء كل ربان بيجوا يقولوا لنا كلمه منفعه يا ابان فالراهب ده دخلوا عليه هو فرحان قوي فرحان فرحان قالوا يعني يا ابانا سامحنا ممكن بس تقعد شويه كده وكان نايم بقى بيستعد قال اقعد اشرح لنا ان احنا كنا عارفينك يعني متهاون في حياتك مم. طب ليه 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 انت فرحان قوي كده دلوقتي؟ ايه السبب؟ ده قيس معلم مراد ملوك كان بيبكي وداخل هذه اللحظه قال لهم في ملاك جالي ومعاه صحيفه اعمالي مم. وكلها ناقصه فانا قلت له بس خلي بالك من حاجة أنا من يوم ما جيت م. هذا المكان عمري في حياتي ما دنت إنسان م. ولا في قلبي ولا في فكري ولا بلساني لم أدن إنسان ولا م. بقلبي ولا, ولا في فكري ولا بلساني ولا عشان كده أنا بقول لك الوقت ربنا وعدني قال لا تدينوا لكي لا تدان لكي <applause> فالملاك لما سمع كده قال له فعلا انت ما دينتش اي انسان عم طيب قطع الصحيفه بتاعه خطاياه فوقت فرحان يبقى احد المعطلات القويه للفرح ان انا ادين الاخرين او ابحث عن اخطاء وخطايا الاخرين وانشغل بخطايا الاخرين ومغفرش للاخرين <applause> <applause> طبعا كل الخطايا بقى كلها أوه. فانا بسأل نفسي السؤال دلوقتي هل أنا يا رب عايش في الفرح وبفرح الاخرين حواليا هل أنا مصدر فرح للأخرين ولا أنا مصدر نكد أو حزن أوه. للآخرين؟ يا ريت كل واحد مننا يسأل نفس السؤال ده هل أنا قلبي فرحان وحاسس بالمسيح قدامي ومتواصل معاه وشاف مكاني في السماء وشاف السماويين حياته بشكلها إيه ده بيتقال على السماء الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور المسيح ونور القديسين فإحنا ناظرين مش بس السماويات دي فيها كده انا لازم اعاين هذه السماويات في حياتي واتدرب عليها واعيشها والا مش هشوفها فوق. العائق المهم بتاعي عدم التوبه. مم. الشكر حياه الشكر أي. على كل شيء تولد فرح. تولد فرح الناس اللي مش راضيين عن حياتهم مم. متململين ما هماش ساتيسفايد <applause> الناس دول ما دولش فرح لكن لما أشكر ربنا على كل شيء في حياتي ربنا يديني فرح داخلي عشان كده التمرد ما يكونش معبد فرح أبدا يعني فربنا ينعم علينا بالفرح بتاعه زي الفرح السماوي ويخلينا ثابتين فيه وده باتصالي وحواري مع العريس السماوي وأسمعه بيكلمني كعروس وبكلم معه في الصلاة <applause> حاسس بيه هو مسؤول ان يديني فرحه كاملا مظبوط انا عاوز اقول حاجه دكتور نبيل ان في سفر التثنيه كان بيقول لان الرب من من كتر بركاته و وبارك لك في محصول الارض وكل ما تصنعه ايديك لا تكون الا فرحا في تثنيه <applause> يمكن 16 15 في الجزء ده وكمان حاجه ثانيه اذا انت مش هتفرح وتقدم اعبدوا الرب بفرح، المزامير كتير بتتكلم عن كده بالظبط اذا احنا مش هنفرح ممكن الرب يسلمنا الى يد اعدائنا الجوع والعطش وليهم معاني تانية مش جوع يعني على الاكل وكده. ده دخول بيت الرب اه دخول البيت الرب ال 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 لازم بفرح المعيشه فيه اه بتبقى فرح لازم اه يعني والمزامير بتتكلم على كده اه كحزانه ونحن دائما فرحين بالظبط يعني مش شرط السهلله الخارجيه دي لا من الفرح ده يكون داخلي جوه حاجه جوه انا آه. كده اه فربنا يدينا هذا الفرح م. ازاي ندور ايه الخطيه اللي, اللي معششه مع جوايا معطله ومعطله من بعدم التوبه اه الفرح ده انه يظهر على حياتي بره أو. اشوف انا في بيتي في اسرتي أو. هل انا سبب فرح الاخرين ولا تعب ونكد وحزن لهم وده متعلق بتربيه الاولاد يعني انا مسيح الاسره أوه. لو انا شايفه مبتسم قدامي فاتح ايديه هبقى فرحان لكن ساعات انا بسبب الم للمسيحي أوه. اللي موجود عندي في الاسره فابص له كده احس انه بيبص اشفاق مم. <applause> لو اغمض عينيا وابص الاقي المسيح بيقول لي ليه؟ ليه بتعمل كده؟ بيبقى بيزقني ان انا بسرعه اروح لحضنه واتوب فيبتدي الفرح يملاني مع احساس بالامان والسلام ويفيد على الاخرين ثانك يو يا دكتور للكلام لاش. الجميل ده وميرسي عشان قلت للناس المكتئبه اللي عندهم مرض اكتئاب ان ده مش معناه ان هم يعني بعاد عن ربنا ولا ان هم لان هم ما يلوموش نفسهم والناس اللي حواليهم ما يلومهمش ما يقولوش دول ازاي يعني مسيحيين واولاد لله وعايشين في الاكتئاب ده لان الاكتئاب. المرض خير. ده مرض مش خطيه مش مرض آه. مش خطيه المهم ما اويلهمش يعرفوا يعني يعني. وعاوزين فعلا كتاب بيقول فرح الرب هو قوتنا عاوزين يبقى دايما عندنا قوه ونشاط كمان في حاجه زي ما قلت ان الفرح مش بسبب حاجه تحصل زي السعاده يعني مش هابينس سمثينج هابند فابقى عندي yes. هاب yes. فكمان الزعل وكده مش عشان حاجه بتحصل لان كان في في رساله العبرانيين وناس قبلوا سلب اموالهم بفرح وكان بيقول يعني افرحوا في كل حين لانكم يعني حاجات بتبان كانها للتاديب لكنها بالتدريب عليها بتدي بر وسلام بالظبط يعني في طبعا حاجات كتير في حاجات كتير جدا جدا آه. عن الفرح يعني, يعني. المعطي بيكون بسرور بكل حاجه بفرح يعني افرحوا وقول ايضا افرحوا بياكد علينا المسيح دي حاجه إن مهمه جدا في إن حياتنا احنا كمسيحيين مم. في القرن الاول كمشروع مسيحيين فرحانين على طول بشوشين وكده اهو بشوشين وفرحانين و تايم عايشين في طهاره وقداسه ف مد... بيطبعوا الكلام ده على الاخرين اللي بيقابلوهم يعني يعني زي ما يكون المسيح يعني مركز فرح في الدنيا يشاع للي حواليه يعني هو اللي واخد الحريه والخلاص والفداء وملء الروح القدس وكل حاجه فهو بيشاع ويفيد على الاخرين الفرح ده الفرح السماوي الفرح السماوي نقص كده إيه؟ اشكرك جدا احنا نطلع فاصل صغير فاصل صغير في ترنيمه وبعد الفاصل على طول التليفونات هتكون مفتوحه ممكن من دلوقتي من دلوقتي, دلوقتي. آه. يعني تليفونات مفتوحه لاسئلتكم ومداخلاتكم نطلع فاصل ما اجملك ما اقدسك وما اروعك ايتها الحريه حيث روح الرب هناك حريه، ما اعمق اثرك في النفس البشريه. انت اول من حاضر ومطيع، من الاله خالق كل بريه. حريتي ربي منحتك الاولى لي، اشكرك من كل قلبي ولساني باركتني ووثقت في خالقي فصار تقديرك لي مسؤوليتي سيدي ربّي أحبك أشد لك وأتبعك في ذي الحياة أتبعك أسير حبك. حيث روح الرب روح الرب هناك حريه اهلا بجميع المشاهدين مره ثانيه هنبتدي الكلام عن تربيه الاولاد و... وبنفكركم ان كل التليفونات مفتوحه لمدخلاتكم دكتور نبيل احنا كنا خلصنا المره اللي فاتت من, من جنين يعني لغايه سنتين. اول سنتين يس. اه أو لغايه اول سنتين. المرحله بقى من اول سنتين الطفل يعني بيبقى متغير وبيفهم وبيقبل حاجات وبيكون خزن اوريدي حاجات من هو من قبل ما يكمل سنتين، فالمرحله دي احنا عارفين انها مهمه جدا بتتكون فيها امور كتيره بنفسيته وكده. احنا بنتكلم المرحلة دي اسمها الطفولة المبكرة. اه الطفولة المبكرة. من اثنين لأربعة. امم من أربعة لستة الطفولة المتوسطة. المتوسطة. من ستة لتسعة الطفولة المتأخرة. اها. من تسعة ل 12 حاليا مش طفولة لما قبل المراهقة. و12 لـ 18 دي فترة المراهقة. اها. وما قبل المراهقة تعامل كأنها فترة مراهقة. فإحنا النهارده هنتكلم م. على من سنتين لاربعه ايه التغيرات اللي بتحصل بس نحب نقرا جزء من انجيل معلمنا مرقس الصح العاشر من ايه 13 لايه 16 مرقس 10 ايوه من ايه 13 لايه 16 اللي هي لقاء المسيح مع الاطفال وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم فلما رأى يسوع ذلك اختاص وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله فاحتضنهم ووضع يده عليهم وباركهم الحته دي ايه موجهه لكل الأبات والامهات. المسيح بيقول لنا دعوا الاولاد ياتون, يأتون, يأتون إلي. الي ولا تمنعوهم. ان مثل هؤلاء ملكوت الله يا ترى انا كاب او كام بمنع ولادي ازاي ان يروحوا يوصلهم للمسيح يحطهم على رجله ويحضن عليهم في الحياه العاديه بوصلهم لبابا يسوع وبمنعهم جد مش قصدي امنعهم لكن سلوكياتي وتصرفاتي بتمنعهم فالمسيح بيكلمنا ان للكبار هو بيتضايق خالص اذا كنت انا بتسبب بسلوكي في منع الطفل إن يجري لبابا يسوع عشان بابا يسوع يباركه احتضناهم ولمسهم وباركهم وخد عيال رفعهم كده بالنجيل رفعهم وحطهم على رجله وحوط مجموعه بإيديه وقعد يصلي لهم ويباركهم يباركهم والأبهات كانوا عاوزين كده التلاميذ عاوزين يريحوه يبعدوا قاعد يبعدوا العيال بيعملوا وجع دماغي يعني مم. المسيح الداعي يقول لهم لا دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم ان مثل هؤلاء ملكوت الله والذي لا يقبل الملكوت كولد كولد لن يدخله يعني بيعلمنا ازاي ان انا انزل ازاي ابقى كولد صغير في نظريتي الملكوت اصدق الوعود بالدهي المسيح ما اقعدش فلسف الايام دي في ناس أبهات وأمهات داخلين في تشكك وإلحاد ونجاسة وخطايا وزعيق والأولاد يا حرام مش عارفين يشوفوا فيهم المسيح فأنا في الحقيقة أنا بمنعهم بزعيقي وبالهيصة اللي بعملها وبتصرفاتي إن هم يشوفوا المسيح فيا فأنا بمنعهم فدي آية موجهة ليا ولأي حد من الاباء والامهات قبل ما نخش في المرحله دي مم. للطفولة المبكره ألب. في حاجه دي كدا زي وشينير كده زي اسئله بعض الصفات اللي احنا جاي سبق قلناها قبل كده في المرة مره سابقه بس هنقولها المره دي بطريقه مختلفه ألب. في عشر صفات للراعي ممكن يكون للراعي الصالح أه. بس كل صفه إنهم انا بقول حاليا كل واحد بيسمعنا دلوقتي أب أو أم يفكر هل هو استمتع بهذه الصفة مع أبوه أمه هل شريك حياته مستمتع بهذه الصفة فيه هل أولاد مستمتعين بهذه الصفة وكأجزامبل يعني ممكن تقولي حضرتك بقى أول واحدة أول ونشرحها أه حضرتك مسميهم صفات الراعي الصالح الممنوحة للوالدين أوه. وكنت اشرت ليها لما اتكلمنا في رساله للخدام والوالدين بالظبط كده اول صفه القبول غير المشروط هل هل كل اب وامي يعني يفكر هل انا كنت مقبول من من والديه بدون شروط ولا كانوا بيطلبوا مني حاجات لازم تكون موجوده فيا عشان يقبلوني وهل مراتي او او جوزي مقبول مني كما هو ولا انا عاوزه لسه اغير فيه او اغير فيها يبقى على صوره اقدر اقبله. وهل اولادي مقبولين زي ما هم بضعفاتهم بقوتهم بكل حاجه ولا انا عاوزه اغير برضو فيهم عشان اقبلهم. في كل واحد فينا اه بيفكر بالطريقه دي. اه هل بابا وماما كنت عايش معاهم وجربت يعني يكون مقبول بلا قيد ولا شرط؟ هل شريك حياتي دلوقتي حاسس ان انا قبله بلا قيد ولا شرط هل اولادي حاسين بكده بس انا عاوز افرق في حاجه احنا بنقبل الشخص نفسه ومش بالضروره اعماله يعني نفرض العيل بيعمل عمل مش مظبوط لا اقبل العمل الخاطئ لكن انا بحب وبقبل ابني او شريك حياتي فاللي جرب قبل كده مع ابوه وامه يشوف دلوقتي انا دلوقتي شريك حياتي يا ترى بايه؟ هي حاسه او هو حاسس انه مقبول مني بلا قيد ولا شرط؟ مم. والاولاد حاسين بكده؟ بالطريقه دي هنمشي بقى في, في كل صفه آه. انت قولي بقى يعني اه الصفه الثانيه التواجد وتمضيه الوقت والاشتراك في في الانشطه مع الاولاد. قولي حضرتك يعني يعني, يعني هل الاب والام استمتعوا بمشاركه اهلهم معاهم في انشطه كانوا بيعملوها في سواء في المدرسه او مع او في رحلات او في اي امور كده هوت وهل بيشعر شريك الحياه بتواجد الطرف الثاني وقضاء وقت ممتع معاه وهل الاولاد بيحسوا كده بمشاركه الاهل والتمتع بيهم والتواجد دايما في تمضية أوقات ممتعة مع بعض يعني أنا مثلا كان مع نفسي وأنا صغير يا يعني ترى بابا وماما كانوا متواجدين ليا اه لما كنت عاوزة أبقى موجودين اه وكانوا بيشتركوا معايا بيتكلموا معايا ويتناقشوا معايا ويلعبوا معايا وهل شريك حياتي حاسس إن أنا متواجد ليه وبشترك معاه في بعض أنشطة هل اولادي يوم ما بيعزوني بيلاقوني متواجد ليهم وبشترك معاهم في انشطتهم وبحضر انشطتهم فدي الصفه الثانيه الصفه الثالثه دي الثانيه الثالثه بقى الاحساس بالامان هل الاب والام شعروا بالامان في تربيه ابائهم ليهم يعني في الطفوله هل كانوا شعرين دايما بالامان وهل شريك الحياه بيشعر بالامان مع معايا؟ مع يعني اه يعني معايا؟ مم. يعني الاثنين حاسين بالامان؟ وهل يشعر الاولاد بالامان في وجودنا؟ يعني اذا كنت انا مثلا وانا طفل صغير ما حسيتش مهم جدا جدا أو. اصل بيجرب حاجه ويعيش فيها بيقدر يعطيها الوقت مم. واللي ما جربهاش مم. لازم ياخد باله ان لازم شريك الحياه والاولاد يحسوا بالامان انا قد اكون سبب عدم امان ليهم بزعق فيهم عندي باستمرار غضب ب... ب... عندي هزه في البيت باستمرار ولا التلفزيون بطريقه عاليه جدا اغاني بحس عالي موسيقى يعني عامل ضوضاء او في عنف م. يعني هل انا حاسب الامان وانا صغير بابا وماما كانوا محبين ليا ولا كنت بتضرب كتير مثلا في ابيوز هل مراتي حاسه شريك حياتي حس بالامان معايا في الحياه الزيجيه هل اولادي حاسين بالامان انا براعي ان الجو حواليهم يحسسهم بحاجه زي كده ولا لا فكل واحد يفكر في نفسه اه ابو امه كان زمان وصغير ايه والشيك حياة الأيام دي إيه؟ والأولاد بتوع إيه؟ أيوه الصفة اللي بعد كده؟ الصفة اللي بعد كده، الرعاية والإرشاد. هل شعرنا برعاية وإرشاد والدينا لينا؟ وهل شريك حياتي شعر بإرشادي ورعايته لي وهل أولادنا شاعرين برعايتنا وإرشادنا ليهم؟ كل واحد يسأل. الرعاية آه. 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 هي إيه؟ أوه. الرعاية اللي هي بحط نظم مم. بحط نظم وقوانين بنتبع جايد لاينز بنتبعها فالرعاية مش معناها نطبطب بس مم. الرعاية أقول له هنذاكر إمتى هنعمل إزاي نتصرف إزاي مع الأولاد أوه. فأنا بابا وماما علموني وأرشدوني وحطوا نظم بمشي عليها مم. فطلعت إنسان منظم أوه. عندي سيلف ديسيبلين بقدر ابتدي حاجه وخلصها <applause> فاقول يا سلام زي ما بابا وماما علموني لازم انا اكون في اسرتي فيا ترى شريك حياتي سواء الزوج او الزوج يعني هل انا بشترك مع هذا الشخص اللي هو الزوج او الزوجه اذا طلب مني اي ارشاد بعمله هل لنا احنا في حياتنا نظم بنمشي عليها في حياتنا ولا حياتنا مهرجله مفيش فيها مبادئ وهل ولادي انا بحط لهم المبادئ اللي هيمشي عليها في حياتهم بحيث لما يكبروا كوديع ربنا مديهاني المسيح هيشوف ان انا راعيتهم وربيتهم م. وطلعتهم بمبادئ يمشي عليها م. هنكمل النقط بس يعني عاوزين نقول للمشاهدين لكل الاباء يعني لما نخلص كل البوينت يعني لان لازم يقعدوا مع نفسهم ويشوفوا هم أخدوا إيه؟ يعني محدش يقدر يوصل لحاجة ما أخدهاش يمكن. طيب، نمرة ستة الحوار الإيجابي المنضبط. يعني هل كان في مع أهالينا حوار إيجابي مش مش كلام كده سلبي و يعني زعيق مثلاً أو أي صفات سلبية فينا، ده الحوار اللي كانوا بيقولوه. وفي انضباط كان في الحوار؟ وهل أنا وشريك حياتي في حوار إيجابي؟ بينا وبين بعض وهل انا بعمل كده مع اولادي بدي بدي حوار وانضباط في الكلام فيش حاجه خارجه بالظبط عكس الانضباط ان انا تسيقل. ان الواحد ممكن يكون بيزعق ممكن يكون بيشتم ممكن بيعمل تصرفات فده حوار مش منضبط وحوار سلبي ان في حاجات سلبيه بتتقال في تهديد مثلا في تخويف في وعيد لولادي او لشريك حياتي أوه. اذا ما عملتيش كده هيحصل كذا مثلا يعني تقول له اذا انت ما جبتيش حاجه فنية هسيب البيت دي كلها ده حوار مش منضبط مم. ومش مش ايجابي فاشوف انا كان في حياتي ايه زمان وحاليا انا بسبب اللي اتربيت فيه انا بعمل ايه حاليا مع شريك حياتي واولادي بالظبط النقطه اللي بعد كده الحب والحنان المعبر عنه بانتظام يعني هل احنا شعرنا كده بالحب والحنان مع اهالينا؟ تعبيرهم عن الحب والحنان وهل شريك حياتي شاعر بالحب والحنان بعبر عنه؟ وهل اولادنا شاعرين بكده؟ شاعرين بان احنا بنحبهم وعندنا حنيه ليهم وبنعبر عنها؟ بالظبط دي واضحه يعني دي واضحه بعد القدوه هل احنا ش... يعني شعرنا إن أهالينا قدوة لينا مثال لينا نقتضيه وهل أنا قدوة حسنة لشريك حياتي وهل إحنا قدوة لأولادنا هم شايفين فينا مثال يحتازوا بيه يعني مثلا كل واحد بيتكلم على نفسه يعني أنا ما زلت أفكر كل واحد كده يفكر ماما وبابا كانوا قدوه لي في ايه مم. قدوه ايجابيه مم. سواء في الروحيات او في الحياه او التصرفات مم. خدت منهم ايه استفدت ايه من قدوتهم انا حاليا لما اهم افتكر كده اه بابا كان قدوه لي في كذا وماما كانت قدوه يا ريت نكون زي بابا وماما في كذا اه يا ريت اكون زيهم مع شريك حياتي ومع اولادي لو بصلي لي انا قدوه ليهم قدوه طبعا مش سلبيه ممكن يكون انا السبب في انهم يطلعوا خطاه يعني شايفيني بعمل خطيه معينه انا بسرب تصرفات سلبيه في البيت يتعلموها مني يتعلموا الشتيمه مني يتعلموا يخشوا على الكمبيوتر في حاجات غلط بسببي إيه. يشوفوني انا وشيك حياتي مثلا ما فيش بينا انضباط في الكلام فاحنا دي قدوه وحشه ليهم مم. والله حاسبنا على كل حاجه من الحاجات مم. دي مهم قوي قوي اخلي بالي مم. ان المفروض ربنا اعملني انا صوره لي صوره للمسيح مم. لاولادي وشريك حياتي مم. قد تكون الصوره دي مهزوزه او تكون صوره واضحه مم. للمسيح مم. اسال نفسي يا ترى مرات شايفاني ايه صوره مهزوزه للمسيح بدي صورة وحشة عن المسيح هل أولادي بصين لي مش ممكن ياخدوا مني يقول لي مش ممكن قبل دي محبة بابا يسوع لينا ده لو كان بابا يسوع بالطريقة دي لا احنا ما مش هنحبه هيعرفوا فالواحد بيحاسب نفسه بالطريقة مم. دي يعني مم. أيوة. النقطة اللي بعد كده التشجيع والمساندة هل أهالينا كانوا بيشجعونا وبيسندونا بطريقة إيجابية وهل انا بشجع شريك حياتي وهل انا بشجع اولادي وبكون كده يعني عضد ليهم واسندهم في امور بيعدوا بيها سيبقوا ناجحين في كل انواع النمو اللي هنتكلم عليها يبقوا ناجحين في حياتهم وفي كل انواع النمو الجسدي والروحي والعقلي يعني هيمشي بعد كده يعني فاضل حاجتين فاضل حاجتين الفهم هل انا حسيت ان اهلي فاهمني عارفيني كويس وفاهمني وهل شريك حياتي عارف وشاعر كده هوت اني انا فاهماه وهل انا فاهمه اولادي ولا انا بجوايا حاجات وقواعد وبتاع بس اقولها من غير ما افهم تصرفه دوت بيبقى جاي مني لا هم اولادي حاسين اني فاهمهم هم شريك حياتي حاسس, حاسس, ان, إن انا فاهمه وفاهمها بابا وماما انا كنت صغير وكبرت 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 م. كل مرحله لها صفاتها هل في المراحل دي بابا وماما كانوا فاهمين صفات كل مرحله وكانوا ماشيين معايا بفهم عارفين انا يقعدوا يوصلوني لايه يعني أوه. فيها؟ أوه. اخر نقطه اللي هي طول الاناه والرجاء هل اهالينا كان عندهم طوله بال ربونا كده بطوله بال واحنا حسينا بكده انا عندهم رجاء وهل شريك حياتي شاعر ان انا عندي طول انالي وهل اولادنا حاسين بكده ان احنا صبورين ومطولين بالنا في كل تصرفاتهم وعندي رجاء فيهم مهما, ورجاء فيهم. أوه. مهما غلطهم. أوه. انا بصلي ومتأكد ان الله هيكون معاهم مهما كانوا أوه. انا قلت قصه الراجل الراهب ده أوه. اللي هو الكل باصين انه واحد وحش لكن هو في جواب إيه مش عايز بس يدين ما يدينش اللي حواليه اولادنا بيشوفونا احنا ساعات بندين الاخرين ونتكلم عليهم فقدوه وحشه وبعلمهم حاجه وحشه مم. وبعدين لما يجي غلطهم ازعق لهم مم. طب انا السبب فكل واحد حاليا من البيرنتس اب وام يحاسب نفسه بالطريقه دي مم. وانا بلا عذر إذا أهلي ما مع عملوش كده معايا إحنا حاليا بنشرح كل مرحلة فيها أنواع نمو مختلفة وكل نمو هدي هدف فبنشرح لبابا وماما دلوقتي إيه هدف النمو الجسدي في المرحلة دي إيه هدف النمو الروحي النمو العقلي عشان كل واحد بيوصل ابنه أو بنته إلى الهدف المرجو من كل هذه أنواع النمو يعني حضرتك هتطبق لنا الحاجات دي كلها في في الارشادات لكل النمو بنعمة ربنا ان شاء الله ثانك يو دكتور نبيل طيب احنا دلوقتي هنبتدي بالارشاد في النمو العصبي والجسدي في الفترة من اثنين لاربعة من فترة اثنين لاربعة الفترة دي فترة مهمة جدا في ايه؟ العيل الصغير لغاية سنة ونص بيبقى اعصابه المخ بتاعه الاعصاب بتاعته ما تكونش فيها الماده البيضه اللي بتحوط كل الاعصاب أوه. وبالتالي ما يقدروش يستعملوا صوابعهم وايديهم بطريقه دقيقه يقدروش يعملوا عمل معين مم. لان الدقه دي بتيجي لما كل العضلات الاعصاب اللي واصله تكمل النضج بتاعها مم. فيبتدي العيل ممكن يبقى فيه توازن بين جميع العضلات ويقدر يستعمل رجليه وايديه بطريقه يطوعوه م. فبحس ان ابني او بنتي قبل كده بيمشي يعني مش مظبط لكن بعدها بيجري ويروح ويجي ممكن يعدي على موانع يطلع فوق على كرسي وينزل حاجات صغيره يعني بس في توازن بين العضلات نتيجة لنمو الاعصاب الجزء العصبي بتاعه الارادي فيقدر بارادته يتحكم في عضلاته بسهوله يعني. دي فتره مهمه قوي ومن ضمن نتائجها ان العيل الصغير من إلى لاربعه بيقدر يتحكم في العضلات العاصره الاخراج بتاعه. يعني كان زمان بيتغير الدايبر دلوقتي بقى بوتي تريند مثلا يعني بيروح الصبحيه في ميعاد وقبل ما يبقى عاوز مثلا يروح تواليت بي يروح مثلا الحمام يخش يعمل لانه قدر يتحكم في العضلات تخيل ما يعملش على روحه فدي بتيجي بالتمرين يعني هو عنده القدره العضليه بس بابا وماما يعني بعض الوقت عشان يمرنوه انه لما يحس انه عاوز يعمل هيخش التواليت امم <applause> ف دي بتيجي برده <برضو> فتره من 2 ل يبقى العيل بوتي تريند يخش حمام لوحده وطبعا احنا بنعلمهم ازاي يخش حمام هيتصرفوا ازاي <applause> مو صغيرين يعني نعلمهم ازاي يعملوا ايه وساعات مش قادرين هو يعملوا حاجه زي كده اذا كانوا قاعدين في البيت وفي حد معاهم بيساعدهم بقى للتنظيف بتاعهم يعني الى ان يتعلموا ازاي يستعملوا الحاجات دي م. وفي المدارس يعني في الحضانة ساعات كتير ناس ما ياخدوش عيال لابسين دايبر اه عن سن معين اه وفي حضانات بتقبل فيهمهم العيل يكون بوتي تريند بحيث يبقى يقدر يتحكم في الاخراج بتاعه أوه. يعني ما دي كلها بتيجي في المرحله دي نتيجه للتحكم في العضلات بتاعتنا يعني يعني ولو طفل اتاخر ما قدرش يتحكم لغايه اربع يعني بعد اربع سنين مش مشكلة؟ في الغالب السبب إهمال بابا وماما في تعويده يعني سايبينه على راحته كده يعمل زي ما يعمل لكن زمان كان بيبتدي العيل يعلموه يقعد ويحاول يعمل في معاد معين الصبحية مثلا يعني لغاية لما الجهاز الهضمي بتاعه يتعود على كده إن يعني في معاد معين هيروح التواليت وبعدين بالنسبة للتبول يعني م. في يعني حاجات مخصوصة تعبتهم يعني هنا في أمريكا أو. في مصر بناخد بال برضو يعني أنه أو ما يحس تقول له عاوز تعمل نوديه يجرب يعمل م. فمرة في مرة هنستغن عن الدايبر بقى استغن عن أو. البامبر ده يعني استغن عنه ويبتدي العيل يلبس أندر وير عادي يعني فدي طيب. إذا تأخر أو السبب مني أنا وإذا كنت أنا بحاول عليه ومش عارف ممكن أعرضه على الدكتور. حتى بالليل حتى لما ينام بالليل يكون متحكم لغاية أربع سنين ولا أكتر شوية؟ ممكن في بعض العيال أربع سنين هناخدهم قبل ما يعني يروحوا قبل ما يناموا والناس اللي هيطلع عندهم مشكلة تبول لا إرادي أوه. دول لهم نظام مخصوص غير الدواء انا ما بيشربش سوائل كتير م. ابتداء مثلا من الساعه 4 بعد الظهر وبعدين لما بيروح التواليت قبلها م. باخد اوديه التواليت بعد نص ساعه من النوم بقومه تاني عشان يروح يعمل م. يعني دي فتره مهمه أوي والبعض منهم خلاص بيتعود على كده يعني انه يمشي كويس يعني انا بسال لان السؤال ده بيتسال كتير اللي هو التبول لا ارادي اه وبنلاحظ أهو. ان مع مجيء طفل جديد ساعات الطفل اللي هو كان بيتحكي في نفسه يرجع يعمل تاني تبول لا ارادي م. ده في ناس كبار في السن يعني سنه مثلا 20 30 30 سنه وخلاص ده من ايام ما كانوا صغيرين فاثناء الضغوط النفسيه عليهم مثلا زوج آه بيضرب الجو فيه عدوانيه م. حاجه زي كده من الضغوط النفسيه ممكن آه الشخص ده يبتدي يعمل تبول لا ارادي بالليل واول ما ترفع الضغوط دي يرجع يتحكموا تاني. يعني. فالموضوع طبعا يعني في دكاتره يعني اذا كان مستمر معاه ده ليه علاج ليه علاج, ليه علاج طبعا بنوديه عند دكتور اطفال أو. الخاص بتاع المساجد البوليه وبيشوف طيب عاوزين بقى الارشاد في النمو الروحي خصوصا من اول سنتين بي يعني اللي بيشوفوا هو اللي بيتعلمه مش مش وعظ ولا كلام هو في اولاد بيتولدوا يعني تربيتهم سهله بيطوعوا ما يعملوش هيصه آه ممكن أوي قعدوا في الكيسة جنبي ما يتحركش يقعد اه يلون م. يعمل صور يتفرج على حاجه ما يعملش هيصه ابدا م. ده ايزي جوينج يعني في عيال تربيتهم فيري سهل خالص. وفي عيال uh, difficult children عيال صعبين. عارفاهم <applause> يعني دول على طول بيزعقوا وصرخوا ما اقدرش اخدهم ابدا قعدتهم جنبي يقعدوا في كراي روم اوضه خاصه بالاطفال مم. اللي هو في ازاز كده وفيها سماعات وجوه بس لما يعيطهم ويعملوا هوسه أوه. مش هتوصل جوه الكنيسه يعني. مم. وماما قاعده معاهم وعندهم لعب وحاجه زي كده. ففي عيال يقعدوا جنبنا في هدوء خالص وفي عيال تانيين تلاقيهم يعني عصبيين وبيزعقوا ويعيطوا بدون سبب وفي عيال تالتين بنسميهم احنا يعني الطفل الاراده الحديديه ده يعني باستمرار يبان انه عنيد الحقيقه مش عنيد وعنده اراده قويه لما نتكلم بعد كده في, في النمو النفسي على تكوين إرادة يعني أوه. ففي أنواع من التمبرمنس بنسميها بيتولدوا كده فيهم جزء آه وراثي يعني جايز بابا وماما وزغيرين كانوا كده يعني مم. من النوعية دي مم. أو ساعات مش عارفين ليه بيطلع العيل ديفكلت يعني أو صعب صعب مم. المراه صعب في تربيته مم. مش ماشي سهل كده معانا يعني والعيال اللي هم عندهم إرادة حديدية ديت دي مشكلة كبيرة جدا نتكلم عليها في آخر الحلقه يعني بيتعبوا جدا بابا وماما لغايه سن 20 سنه مثلا هم عندهم الحكايه دي ف بنحاول احنا في الروحيات م. ممكن يبتدي يرسم الصليب يتعلموا بعض التراتيل بعض الالحان الصغيره م. بيتحركوا في الكنيسه وعارفين ازاي بجيبهم مثلا في التناول اذا كانوا من العيال الصعبين قبل مثلا ب 10 دقائق يخش يخشوا ويقعدوا شويه وبعدين يروحوا يتناولوا بيقفوا في طابور التناول لوحدهم وفاهمين يعملوا ازاي الصرف وازاي دلوقتي فصل ماس احد ساعات بيعملوا تمثيليات صغيره عشان يعني الدرس يعمل هيئه تمثيليه في بي من اثنين لاربعه ممكن يشتركوا ويمثلوا أوه. في حاجه زي كده آه لما اخر المرحلة يعني في سن اربع سنين مثلا بيبقى قادر مثلا يخش مثلا في الكرال في كرال الاطفال الصغيرين أوه. بتاع الكنيسه وفي تمثيلات عامة بتتعمل في حفلات ممكن يقف ويقدم حاجة يعني م. فالأطفال من اتنين لأربعة روحياً م. بيبتدي بقى لهم نظام ماشيين عليه قبل كده قلنا الصلاة وقراية الإنجيل معاهم ومروح الكنيسة وإزاي يحترموا الكنيسة ونظام الحياة فيها اتنين لأربعة طبعاً بيبقوا أفضل من أول سنتين من العمر دول لسه بأقل يعني فمن من الحاجات المهمة ان بيبتدي يتعرف على شخصيه بابا يسوع وماما العذراء في بابا وماما يعني بكلمه عن بابا يسوع اللي بيحبه وانا محبتي ليه يعني ما هياش بلا ولا شرط عمره ما يصدق الكلام على بابا يسوع فالفتره دي يجي بقى حاجه اسمها بابا يسوع اللي ما, ما يعني ما يحبش التصرف السلوك ده أنا بختفي ورا بابا يسوع وأفهمه إن بابا يسوع يحبهم خالص على طول بابا يسوع بيحبهم وأنا كمان بحبهم كأب وكأم يعني فأحاول ما أشوش صورة بابا يسوع لطفل صغير بالمنظر ده يعني زي ما قلت قبل كده أنا بمنعهم بقى دي لا تمنعوهم عن مجيء بابا يسوع المسيح وممكن طبعا يعرف في أوضته ماما عدرا اللي هي صورتها وايقونتها الوديعه الهاديه الحنينه في الشكل بتاعها بابا يسوع المبتسم وفاتح ايديه آه وعلى رجليه مثلا في عيل او اثنين يقدر تو ريليت لحاجه زي كده يقدر يفهمها يعني وبابا ما هو بيحاولوا ياخدوا صفات اللي قبل كده صفات الراعي الصالح مع الاولاد بتوعهم عشان ما يقفوش سبب عثره بين الاولاد وبين بابا يسوع وممكن قوي يتعرفوا على شخصيات مثلا قديسين محطوطين حياتهم كان شكلها ايه؟ انا بحكي لهم قصص فالقصه دي في مخه ويبقى عارفها مثلا في دي في تيبس مثلا يبقى عارف ده قصه مثلا الفلان الفلان القديس ده عاوز يحطها عشان يتفرج عليها مثلا في فيبقى عارف مني قصص عن فضائل روحيه عن طريق مثلا فيجيتيلز الحاجات الكرتون حاجات الـ الـ بتبين لهم أوه. فضاء المسيحيه بيتعلموها منهم وتلزق في مخهم بسبب ما شايفين قدامهم حاجه متحركه يعني أوه. وبابا وماما بيشرفوا عليهم حاجه زي كده صفات بابا يسوع اللي قلناها بتاعت الراعي الصالح بطول أنا والقدوه والقدوه ليهم المحبه والقبول مهم قوي في الحكايه دي أوه. بعد كده في النمو العقلي واللغه والكلام عادل. النمو العقلي من اثنين لاربعه العلم ممكن يتعلموا اكثر من اللغه. ممكن. دي مش هتلخبطهم. بعض الناس يقول لا لا اكلمه بس بالعربي، اكلمه بالانجليزي، اكلمه بالفرنساوي. لا لا ده عيل ممكن يتعلم دادا مثلا ليه بتكلم اسبانش. لغه اسباني. مم. وبابا وماما بيتكلموا عربي وانجليزي. العيل ده قادر يتكلم اكثر من لغة ويحفظوه مثلا في مساء احد حاجه بالابطي يحفظه يحفظه أبان لازم مثلا يحفظه بعض مزامير صغيره عنده قابليه للحفظ عقله ابتدى يقبل حاجات زي كده فانا بستغل الموضوع ده في ايه؟ احنا مثلا لنا الجماعه الاسيويين الايجيان لازم لما اكلم ابني واقرا له أديه على مستوى اعلى مما اتصور يعني مش قلت طفل صغير مخه ما يستوعبش لا ده في عيال عندهم اربع سنين بيحفظوهم دراسيا اكاديميا يعني مواد بتاعه عيال في اولى ثانوي ومخه بيقبلها بحيث في عيال بيخلصهم المرحله الثانويه هم عندهم تسع سنين شفنا عيال سبع سنين مامته بتشيله في في المدرسة الثانوي وتحطه على البنش بتاع الكيمياء. أشطر واحد في الفصل. ليه؟ أن أنا خليت مخه منتبه من صغره أقرأ له حاجات و... وفي لعب معينة ت... تخلي عقله يشتغل سواء بالكمبيوتر أو ألعاب معينة تخليه يفكر. فأنا بحاول أخلي أشغل مخه. والمخ قادر يستوعب حاجات كتير قوي في الفتره ابتداء من 2 ل 4 ده لازم ما لازم الام يكون هي كمان مخها شغال على طول انها تقدر تعلمه الحاجات دي اه وفي لعب خاصة معروف كان في لعب خاصة بكل سنة يعني كده اه تخليه يستخدم الحاجات دي وفي برامج معينه تحط على الكمبيوتر تخلي مخه يشتغل يعني دي مش حالات استثنائيه يعني ممكن لا. اي طفل اي طفل م. اي طفل متوسط ذكاء عادي خالص نفرض بابا وماما كانوا تعليم عالي اتوقع ان ابنهم ذكاء كويس بابا وماما واخدين دكتوراه اتوقع طبعا ان عيالهم يطلعوا ذكاء عالي فلازم دايما اكلمهم واقرا لهم حاجات اعلى مما متصور سنهم يقبل ازود طول ما مخه بيقبل ازود اكتر وازود اكتر وممكن يردد ورايا بقى مش أتكلم جمله مثلا فيها كلمتين، مم. انا ممكن اتكلم اكتر من كده. اه. فالكلام احنا قلنا قبل كده ساعات العيل ما يتكلمش خلصنا اربعه أو خمسه أوه. بس دي حاجه يعني مم. يعني هنطلق بعدها، لكن الطبيعي ان العيل في الفتره دي ممكن يتكلم جمل ممكن يتكلم اكتر من لغه أك اشرح له حاجات عشان عقله هيستوعب اشمعنى العيال الاسيويين بيستوعبوا لان بابا وماما بتوعهم قاعدين جنبهم يدرسوا لهم حياتهم هم صغير ففي انا اعرف مثلا حد خلص الكوليج واحده بنت مصريه كان يعني عندها 12 سنه 13 سنه ومديه مع كليه الطب فلا احنا اسفين <applause> انت صح خلصتي كولج كويس لكن ما إب... ما خلصت الجامعة اربع سنين جامعه, 40 جامعة عندها 13 سنه اه لا لا يعني العيانين هيج... يعني يعني فاستنت ت... لما كبرت شويه ودخلت اعتدت بقى مواد كتير يعني في النص لغايه ما قدروا ابتدوا يبالوها ويعني سن 17 18 يعني يعني نتوقع من الاطفال حاجات اكتر ما احنا متخيلين عندهم قدره يعني يستوعبوا وينفذوا حاجات كده يعني المفروض هي في 22 سنه تخلص الجامعه. امم البنت دي 13 سنه يعني خلاص الجامعه. يعني تسع 10 سنين ودي مصريه دم. مش بس اسيويين يعني. واهلها كانوا بيذاكروا لها يعني على طول. بيشرحوا لها حاجات كبيره في مخها قدر إيه يستوعب حاجات كتير. طيب دكتور نبيل احنا هناخد بريك دلوقتي صغير وهنرجع بقى نتكلم عن الارشادات للنمو النفسي والعاطفي والامور الثانيه. احبائنا ناخد بريك و... ونرجع تاني ليكم و والتليفونات مفتوحه أهلا بجميع المشاهدين مرة تانية أهلا بيك تاني يا دكتور نبيل أهلا وهنكمل موضوعنا اتكلمنا عن إرشادات النمو الروحي والعقلي والجسدي والعصبي عاوزين إرشادات بقى للنمو النفسي والعاطفي الفترة دي مشهورة قوي عند الآباء والأمهات إن العيل بيقول نو أما دي في الكلام اتعلمها أول حاجة. <applause> يعني بيقول لا اه يبقى عطشان اه ويجيب له ميه لا آه يقول لا الحقيقه العيل في السن ده م. بيبتدي يبني ويكون الاراده بتاعته أي. فالاراده تكونها في فتره من اثنين لاربعه حاجه من الاثنين الاقي ام مثلا تبعت تقولي تقول لي بنتي مغلباني يا بنتي عنيده جدا ما وعندها مثلا سنتين ثلاثة يعني ومش عارفة أتصرف معاها ازاي ف بنقول لأمهات دول إن المطلوب إن احنا نعمل تمرين للإرادة م. وليس كسر تدمير وكسر إرادة لو أنا ضربت العيل وابتديت يعني لازم اللي أقوله يمشي وبدون طول أنا وفهم وشرح الصف العيال طبيعي بيقول نو بس ممكن يلعبوا بعد شويه وياكلوا الشغب وكل حاجه لكن لو انا ابتديت استعمل الضرب وهو عاوز يكون ارادته انا عاوز اكسرها له الولد ده هيبقى معرض لما يكبر ياخد دراجز ياخد حشيش وافيون ومخدرات اه ان ارادته ضعيفه فهينساق لارادة اصحابه هيمشي ورا اصحابه في حاجات غلط فمن الفترة دي العيل بيتحكم في عضلاته بيقدر يمشي يقدر يركب حاجة اتنين لأربعة ممكن يحفظ حاجات يفهم حاجات أكتر ويشترك بالتمثيل والترتيل فإنسان قدامي يعني بينمو قدامي مم. فبيتكون شخصيته اه بدايه تكوين الشخصيه اه لان الشخصيه 85% منها مم. على سن خمس سنين بتكون اتكونت فانا بعمل معاه ايه؟ بتصرف معاه ازاي؟ ايوه بنمي شخصيته بنمي ارادته بخليه يتبع نظم معينه مم. عشان يبقى منظم الحاجات دي كلها في النمو النفسي النمو النفسي في المرحلة دي إن أنا أساعده أمرن له الإرادة بتاعته بحيث يبقى إرادة قوية مش مش يعني ما مش بكل حاجة بقول لأ م. وفي نفس الوقت ده ممكن يكون ليدر م. يعني أنا ببتدي بإرادته دي يقود م. يبتدي قائد مش فولور يعني بيقود الناس مش أوه. مش تابع لهم يعني أوه. بتبتدي من الفترة دي واللي بيضغط على عياله بيتعصب بيتنرفز آه بي يعني بيقسى عليهم بطريقة معينة م. العيال بيتعبوا جدا بعد كده نوع هنا بيسموه أبيوس بقى يعني م. الامهات اللي عندهم عصبية انا بنصحهم انه دي الفترة اللي ابتدي اكون عندي فيها حزم مم. مع حنان مم. بعلم الولد ان انا لما اقول حاجه هقولها مره واحده بس مم. وبهدوء بهدوء جدا مم. بس بحزم مم. فالعيل بيبص وعارف ان انا يعني انا اي مين وات انا عاوز أدي الكلام ده يعني فبتدي نفذها مم. لكن لو حصل وانا بزعق وهي وكفايه بقى والعيل هيستمر يلعب ولا كده هنا بعدين بعد نص ساعه زعق فيه تاني كفايه بقى بعد كده هروح منفجره فيه وأزعق وخبط بقى فالواد يعرف ان هي ثالث مره ماما هتنفجر فتقول اول مره كده مش سامع حاجه مره مش سامع حاجه ثالث مره قبل ما تبتدي تضرب بيكون قام والعيال بيتعلموا المراوغه يعني بيروغ بابا وماما اه وشوف الى اي مدى اه ممكن يحط حاجه يختفي ورا حاجه يكسر حاجه ويخبيه بيحب يروغم ما اقولش لا ده العيل ده لسه صغير لا فعلا كده فالاهم ازاي الحكمه في ان يكون الحب بتاعي م. مع طول انا مع بحط نظم بعلمه نظم معينه بيمشي عليها روتينات معينة بيمشي عليها يعني طيب يا دكتور حضرتك بتقول مش دايما نزعق له يعني نبقى عصبيين معاه بس لأي مدى انا اديله حرية؟ انا مش عاوز أكثر إرادته اه عاوزة اديله إرادة ويتصرف وإذا قال لأ مش معناها يعني الدنيا خربت وكده بس لأي مدى؟ شوفي أنا بعلم العيل يستخدم مرادته في تشويس بيختار يعني مثلا أم من بالليل قبل الكنيسه مم. بتوري بنتها حبيبتي ادي ثلاث مثلا مم. حاجات فساتين بتاع ده وده وده حلوين نقل اللي انت عاوزاه. فانا اصلا ببقى عارف ايه اللي بالنسبه لي مقبول. يعني الثلاثه مقبولين عندي وبقول لها اختاري وديها هي حريه الاختيار من حاجه اصلا مقبول عندي. فتتعود انها تختار. مم. وتختار حاجه انا عارف انها كويسه. فمزاجها بعد كده يطلع ايه؟ دي الحاجات اللي بختار منها. م. مش حاجه شكلها غير مقبول يعني مش قصير قوي مش طويل قوي يعني بتفهم. مره في مره بيتكون عندها الحس والاراده ازاي تختار؟ م. تختار صح. صح يعني ايه؟ يعني كان في حاجه وحشه مدارية ورا قصيره شورت وراحة كنيسه يعني لا ده لا. م. ف اي مدى مسافة طبعا ما سيبهاش يعني تجرب او ابني الصغير يجرب حاجه تضره انا بس ده كله عاوز وقت من بابا وماما عايز وقت يعني مثلا الولد نفسه يمسك كوبايه شاي سخن اه او, أو ما بالي ممكن يتحرق فقول له حبيبي تعالى كده طب حاول حط صبعك قريب منها فيبتدي الولد يحس بسخونيه بس مش مرة واحدة فيفهم لما يكون الشاي ده سخن ما اقدرش امسكه بايدي هتلسع ما اقدرش اخليه يجرب كل حاجة لكن في حاجات عامة في البيت ممكن قوي آآ آآ في نار مولعة في البوتاجاز مثلا <applause> وعاوز يحط ايده فيها أو لا امسك ايده حطه من بعيد كده وانزل بشويش بشويش لغايه ما يحس انه هيتلسع هيروح على هو اصلا مش هيحطها في النار يعني هيعرف من من نتائج الحاجه الغلط اللي بيعملها يعني هنا هيتعلم من نتيجه تصرفه انا تحت تحت ارشادي بعلمه مبادئ معينه وحاجات مم. معينه ما يمشيش يكسر ويخبط ويعمل لا مم. انا بسمح له يختار وينمي ارادته بس في اطار مقبول ليا و أعرفه يعني إحنا عندنا من أخطر الحاجات ما أقدرش أسيب حرية يعني من أخطر الحاجات اللي موجودة في البلاد هنا يعني م. الأطفال اللي في السن ده بيغرقوا في سوينج بول. آه. حمام سباحة. أيوه. ما حدش ما فيش صور حواليها والباب السكرين باب ده بيزقه كده سهل يتفتح. يطلع في الباك يارد جدينا اللي ورا قدام حمام سباحة ينط فيه. م. فين الولد فين الولد فين مش عارفين هو فين نبص ايه نايم غرقان في على البول فمش مش كل حاجه اسيبها له اخلي بالي كويس الباب يكون مقفول كويس عشان ما يفتحه وهو صغير من ورا انا مشغول في المطبخ هو طلع على الباك يارد ينزل في الحمام السباحه عايز يعني في حمام السباحه اذا كنت حطيت له عوامات وحاجات عشان يقدر يتحرك يعني سن الصغير ده ف آه ممكن يجرب تحت إشرافي أنا أوه. حاجات ما تضروش فيستخدم إرادته ويختار حاجات في إطار المقبول ليا والمقبول عند ربنا مم. في بقى حاجات كتير في الحياة بنعلمها ده في النمو بتاع الإرادة بتاعته وإزاي بيتدرب على حاجات وهنا بيدخل دور إن أنا أحفزه للحاجات الكويسة، الاختيارات الكويسة اللي بيعملها من السن ده يبقى يعني اشجعه واسنده بالظبط من السن ده اه ودي دي بتدخلنا في مهارات اجتماعيه أمم. المهارات الاجتماعيه, المهارات الاجتماعية دي يعني بتزيد م. بكتب بيلعب مع العيال م. يعني بخليه يلعب مع اطفال حواليه بس بيزورونا ويتعلم ازاي تشير اللعب بتاعته مع ناس تانيين يلعب معاهم ما بيبقاش الطفل اناني بي بحاول انه بعلمه اصلا ازاي يلعب ويتفاهم مع العيال اللي موجودين يبقاش منطوي احاول انه بدل ما اقعد الحاجات السلبيه اللي عليها لا امرنه على حاجات ايجابيه يعني بشجع الحاجات الايجابيه اللي بتعمل ما زعقش وخبص بيعمل حاجه سلبيه اعلمه يعمل ايجابي فيها ازاي فبحاول اعلمه المهارات الاجتماعيه ازاي يتفاهم مع الاولاد ازاي اذا اتخانقوا مع بعض يتصرف ازاي من هذا السن ازاي يتفاهم ويعرض حاجه مع التشجيع بتاعي وانا من بعيد يعني مثلا اقول له روح هات لي كذا يروح يجيب الحاجه الفلانيه دي اتعلم الطاعه مش أنا شايفه ماشي ازاي وراح ازاي ويجيب ايه وهيجي ازاي ممكن اساعده معايا مثلا بعمل الحشيش بره بقصه مش عارفه ايه اخليه يمشي معايا ويشوف كانه بيساعد في حاجه يعني ففي بعض المهارات يبتدي العيد يتعلمها من صغره في الاوض بتاعته ازاي يحط اللعب في علبه مثلا مع بعض يحط الحاجات الحمراء مع بعض الخضراء مع بعض ارتب له ازاي يعني ما يفركش اللاعب ويسيبها م. لازم يتعلم انه بعد ما يقفل الكلام ده ازاي يحطه تاني ولا يرجعه مطرحه تاني م. فبيتعلم النظام الديسبلين انا مسؤول اجتماعيا في الكنيسه هيتصرف ازاي في الشوبينج هيتصرف ازاي م. بنعمل روتين في الشوبينج هيساعدني مثلا هيمشي جنب العربيه هيلقط اي حاجه ويحطها في 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 العربيه الكارت ولا يعني اقول له احنا عاوزين كذا، مم. اروح هات الحاجة الفلانية دي، هو عارف ان انا عندي في البيت، اروح معاه في أول مرة، تاني مرة في الشوبينج هات لي ده، فهو بيساعدني. وفي نفس فرحان انه بيساعد ماما. ده في شوبينج كارت صغيرة للأطفال دلوقتي بيمسكوها ويمشوا جنب مامتهم بيها. جنب مامتهم؟ اه ويجيبوا هما اللي عاوزينه من سيريال والحاجات اللي بيحبوها. آه الحاجات اللي أنا بس أه... أهم حاجة آه. إن يجيب الحاجة اللي أنا قايل عليها. أيوه ما يروحش يلملم اي حاجه يعني ما هو أنا... طب الحته دي برضو عاوزه اعرف ازاي نوري ان الام توري له انها فاهماه يعني فاهمه هو عاوز ايه مش يعني آه. هي قبل ما نروح الشوبينج اه نقول له حبيبي احنا النهارده نعمل شوبينج عاوزين نجيب ايه؟ مم. نجيب السير بتاعك انت عارفه قربته توريه شكل مثلا عاوزين نجيب مثلا برتقال عاوزين نشتري موز مم. عاوزين نجيب عيش إيه كذا كأن واحد كبير بتكلم معاه. وبعدين اروح معاه اقول له احنا نجيب عيش انه هو يحط ايده يجيبه، اصح، حطه بقى بتاع ده اول مره يعني. هنجيب كذا، فشويه شويه العيل بيبقى فرحان وبيشارك ماما بيعمل حاجه زي كده. في عيال بقى ماما سايباهم يوقعوا حاجات، يشدوا حاجات وخلاص يعني، مشغول عنهم. يعني لما الام تقول له كده يعني انا انا عاوزه يعني اقول حاجه ان لازم الام توري للولد ارتباط عاطفي كده يعني في حاجه ده اللي هيخليه يطعها مش كده لما يعرف ان هي بتحبه وهو بيحبها فده بتقول ان هو بقى بيساعدها دلوقتي وبتشجعه تقول له حاجه حلوه وبيكون حلو اراده صح آه. وبيكون بالزبط. اراده صح بسبب ان بس إنه الطريقه ح... ازاي أوه. انا اول بشرح له هنعمل ايه أوه. وبعد كده باخده لما اروح هناك اوريه الحاجه اللي هنعملها كده دلوقتي ازاي بعد كده اشوفه يجيبها تحت اشرافي بعد كده بقول له روح يا حبيبي اودي هناك هات هات من هناك مثلا علب السيره وتعالى يروح يجيب علب ويجي بالتدريج شويه شويه بيتمرن العجل بيتمرن يا فرحان بيساعد ماما حاجه زي كده مم. او بيساعد في المشي يعني مم. فدي كلها مهارات اجتماعيه ما يتخضش مثلا من ناس حواليه بيزعقهم ما يجريش ويختفي مثلا في وسط برضه عيال حاله اللبس مثلا يخش في وسط الهدوم ويستخبى وماما تقلب الدنيا عليه ومش لأياها فيتعود ازاي يبقى ماشي مع ماما ما, ما يجريش فالعيال بعضهم غاوي ان هو فعلا يعني يضحك على ماما يستغل الموقف يجري ونقعد نندى عليه بميكروفون عشان ندور مم. فلازم يبقى عيني عليه في مرحله التمرين الاوليه بحيث يبقى ده روتين الشوبينج ده روتين قبل النوم روتين قبل الكنيسة سلوكيات يعني أعرفه الحاجة تعمل بالضبط إزاي آه. إيه ورا إيه ورا إيه ومرنه عليها تعمل زي ما قلنا قبل كده أمرنه إزاي يغسل سنانه فيغسلها إزاي أو أدي الفرشة معجول نعمل كذا ونعمل معاه مرة اتنين تلات متعلمها فنفس الكلام آه لازم يبقى فيه يعني روتين خاص هيجونا الضيوف جايين يزورونا طبعا العيال بيعملوا شو قدام الضيوف دايما يعني أوه. فنعرفه ايه اللي المفروض يتعمل؟ ما كده اللي ما يتعملش أوه. اه قبل النوم بنعمل مم. ايه وايه وايه؟ قبل الشوبينج بشرح له عامل ازاي؟ واصبر واطول بالي عليه اذا غلط في حاجه مره في مره هيتعود آه الكنيس هيعمل ايه؟ اذا كان بيروح حضانه او بتاع كل حاجه عاوزه وقت من بابا وماما عشان اعلمه هذه المهارات ويمكن برضو لما ما يركزوش على السلبيات اللي بيعملوها الاولاد بالعكس يركزوا على الايجابيات اعمل كذا وكذا بدل ما ازعق له على الحاجات الغلط اللي بيعملها يس بشجع ان يعمل الايجابيات ازاي الاسلوب آه يعني انا ارجع تاني مثلا في سوق ماس احد اه اذا كان بيروح حضانه بنشوف انه في عيال ما عندهمش طاقه يركزوا قدرة على التركيز هي خمس دقائق ست دقائق بعض العيال مش قادرين يركزوا خالص في عيال بيركزوا اكتر فانا بكتشف عدم القدرة على التركيز مم. من سن صغير من سن ده اه طبعا احنا بيبقى افضل سن يشوف فيها هو سن خمسه سته يعني أوه. لكن بيبتدي بان العيل اللي هو بيتنطط على طول ويعني بيندفع حاجه امبالس يعني يندفع ويعمل اي حاجه بنط فوق حاجه هو يعني في الكيس المفروض ما يعملش الكلام ده مم. فصل مسأحة احد فتلاقي المدرسات بتوع مس احد خدام يحاولوا يشغلوهم يلعبوا معاهم يمسكوا حاجه يعملوا حاجه ويشتركوا فيها لان دي قدرته مع التركيز قليله العيل عموما يعني ما اقدرش نص ساعه درس, درس احد العيل عنده سنين او ثلاثه يعني أو. فبنكتشف بنكتشف بعض الحاجات مم. من السن ويلعبوا مع الحياه اللي حواليهم يعني دي في المهارات الاجتماعيه مم. ازاي ازاي اعلمه مثلا انه لما نروح في مكان احترم نظام المكان ما اقدرش ايدي عمي. امشي بايدي كذا عيال يعني. يروح حاطط ايده كده في الشوبينج ويروح موقع صف حاجات. أوه. هو بيلعب فلازم الاول افهمه ده, أم مي... ده, مي... ده ما يحصلش. ما يحصلش آه. ما مي... يصحش. و... اقعد معاه بعد كده واشرحه. اه فدي بالنسبه للمهارات الاجتماعيه الخروج المقابله مع الناس الكلام مع الناس آه في عيال تلاقيهم يعني ناس لطاف بيضحكوا ويتكلموا مع كل حد. مم. انا اقدم العيل ممكن اقدمه عشان يروح يتكلم مع مع طنط مع انكل مع... هو عيل صغير مم. روح هات منه كذا وقاعد قدامي مثلا يعني العيال بيتعلموا ما يخافوش مم. يعني يتعلموا يحترموا بس ما... ما يخافوش ان يروحوا ويجوا ويتحركوا يعني حتى في السن ده مم. يعني من ل لاربعه ده السن بيقول فيه الاراده والاختيارات آه يعني في نطاق الحاجات المقبوله طيب والتوقعات بتاعتي كده يعني ان هو هيكون عاقل وبيسمع حتى لو انا شرحت له النظم وكده هل ده يعني واقع يعني واقعيه التوقعات دي لا في السن ده اه لازم اعرف ان توقعاتي تبقى مش مبالغ فيها مش م... اه يعني في يعني unrealistic حاجات بتوق... يعني توقعات ان ابني المفروض يعمل ويعمل ويعمل لا ويعمل لا مش مفروض كده وانا ما مرنتوش مم. ولسه طفل وارد صغير طفوله مبكره يعني مم. فما بالغش قوي مم. في المطلوب مفروض يعمله عامل في حدود الطفوله بتاعته يعني طبعا يعني ما عدا بقول امور العقليه في العقل اديله كتير اقرا له كتير لان مخه هياخد اكتر يعني ما قلتش دي حاجه مبالغ فيها لأن مم. الامور العقلية ممكن يستوعب حاجات كتير قوي اوي انا مش متوقع ان عقله ممكن يستحملها فانا بجرب معاه واشوف يعني مثلا يعني ممكن عيال اقل آه. آه. وال... مم. من سنتين بيعرفوا الاي بي سي اقل من سنتين بيعرفوا والارقام والارقام مئتين ل 4 ده بيعرفوا كلمات آه. ممكن يعلمه يكتب اسمه وبيقروا بيقل... كمان بيقل... اه يعني ادي له الكتب اللي ماما آه. بتشرح فيها في يوم الايام مم. ان دي آه دي غزاله دي ده كلب ده قطه عارفها بالشكل يبقى كده مكتوب عليها حاجه تحتها لما عرفوا الاي بي سي ممكن ينطق بيقول فيبتدي العيل يقول لك عقله يستوعب طول ما هو بيستوعب اديله اكتر واديله اكتر ما خافش حاجه زي كده يعني م. فشوفي احنا بنقول توافق الزغ دلوقتي توافق النمو الجسدي قاعد بيتحكم في نفسه وفي عضلاته في النمو العصبي بتاعه في الروحيات بيستغله ممكن يحفظ وبلغات مختلفه بس في الروحيات اتوقع برضو حاجات كتير يكون فاهمها في الروحي في الروحيات مم. انا بقول في الروحيات العيال في السن ده ممكن يحفظه يحفظوا اه يحفظه بعد مزامير صغيره يحفظ بيحفظ لازم مم. مم. يعني عارف يشم الصليب ازاي بيبتدي يعلمه حاجات زي كده يعني اساس يعني وشوف يعني مدى قابليه في عيال بيحفظوا بسرعه مم. عيال ما بيحفظوش بسرعه في عيال بيحفظهم مرضات القداس سن صغير اربع سنين انا فاكر مره متريح بابا شنوده جابوا له عيال اربع سنين اخوي يرسموا شمال ست سنين الولد حافظ كل المرضات في اربع سنين مم. ما حفظه حفظه كل حاجه من سي دي فالاب مشتودة اكراما للولد ده رسمه وهو عنده اربع سنين شماس انه حافظ اكثر من عيال عندهم ست سبع سنين طيب وفي السن ده برضو ممكن نعلمه ازاي يضبط نفسه؟ التحكم في نفسه وما يصرخش على اي حاجه ويرمي والتانترم والحاجات دي؟ ايوه ما هو يعني في عيال تقولي بيستربعوا في الارض آلو ويعمل آلو حاجه آلو زي كده كده يعني؟ كدا في الارض. اذا حصل وعمل كده قدامي وده السن بتاع عمال حاجه م. زي كده سبيشيالي في الشوبينج قدام الناس في حته كده حته قدام الناس آه. قدام ضيوف يعمل الحركات دي م. بتبقى في الغالب لجذب انتباهي ليه لان انا بتكلم مع ضيوف او مشهوره في في في, الشوبينج وسايباه فعاوز يجذب الانتباه ويعمل الحركات دي مم. ما بديش اي التفات ليه اسيبه يعمل عاوز يعمله مم. بس ما يكونش مدمر هو وخلاص يوه. وانا عيني عليه مم. وانا بتمشي خلاص هدفع عند الكاشير ودايما عند الكاشير يمد ايده ياخد حاجات عشان يحطها يعني. مم. اخد بالي ايه اللي ممكن ياخده واللي مش ممكن ياخده. مم. بس مم. اذا عمل السربعه دي سواء في البيت او قدام حد لازم انا تو اجنور هيم ما يعني ما بصلوش خالص. لان يعني كل ما ابص له كل ما يقول اه يبقى انا لفت نظر ماما بالموضوع ده فيثبت عنده الموضوع ده. ويفضل. ده في في انا شفت بنات وستات كبار. بيعملوا الاطفال صغيرين يترموا على الارض ورجاله يترموا على الارض ويستربعوا يعني ما حدش قال لهم ده غلط برضه يجذبوا انتباه بالطريقه دي اه ف يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بن دايما بنعملها اصوره مم. اصوره بيعمل الحركات دي على الارض بعد واحنا هاديين على على التلفزيون قدامه شوف شكلك كان عامل ازاي شوف كنت بتعمل ايه ده كده مش حلو طبعا مم. فبعلمه بس ابقى عارفه فاهمه انه بيعمل الكلام ده عشان يجذب انتباهي. فيا اما اطبطب عليه قبل ما يبتدي يعمل الحركات دي مم. لكن لو عملها وزعق له بعض العيال بيقول انا زعيق ماما معناه ان انا جذبت انتباهها ليه؟ فيطوف في الموضوع ده. مم. مم. فالعلاج ان انا يعني ما بصوش خالص. فهيقوم غصب عنه انا خارج الباب المحل ورايا. مش يبقى بنام على الارض مم. يعني مم. لانه باصص بعينه. قصدت غادفين يعني فهيجري ورايا وبعد وبعد كده حبيبي لو عملت الكلام ده انا هسيبك مش هعمل لك اي حاجه احنا غطينا الحته دي طيب القيم والاخلاق بقى يعني ازاي انا انمي فيه من السن ده الصح والغلط والمعرفه وال... 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 معرفة يعني يعمل ايه وما يعملش ايه احنا ابتدينا في سن اصغر من كده مم. نقول ازاي يعني يعني النار والسكينه وكل يعني أو ايه اه لا أو دلوقتي احنا عاوزين نحط فيه مبادئ وقيم أو واخلاقيات أو في سلوكه بقى في سلوكياته انا برضو بحب انه اختفي ورا بابا يسوع بابا يسوع بيحبه أو بس ما يحبش التصرف ده فبديله مبادئ لازم ازاي يحب يحترم الفاظ اللي بيقولها الفاظ لائقه طبعا يعني م. كلام مع الناس ما بتيجي يعني الاعاد بيقول في الكنيسه يقعد ازاي؟ م. هيحترم ازاي المكان كنت عند الضيوف مثلا م. م. ما يكسرش حاجة ما يقطعش حاجات فالمبادئ الأخلاقية مبنيه على الطاعه أو. ومبنيه على اني بعلمه ايه الصح والغلط في اماكن مختلفه او في في ظروف مختلفه لانه ليه؟ دخل مدرسه هو في حضانه مثلا في عندهم روتين هيتعمل لازم يتعلموا حاجه وبعدين يناموا في ساعه معينه وبعدين يقوم ما أقدرش اقول له طايح كده من غير حاجه فلازم اعلمه انه يستيع بابا وماما ويحترم الاخرين ولو راح مدرسه حضانه اي حد له بيحاول يشوفه العيال ده عنده مبدع خلاق ولا لا في السن ده من اثنين <applause> لاربعه اربعه ست طبعا دي افضل لكن حتى في سن الصغير ده في الحضانه بيشوفوا ممكن يعمل ايه تدوا لعبه يتصرف فيها ازاي يعمل مم. ايه فلازم يحترم المكان ازاي ما يقطعش مثلا ورد محطوط يقطعه مم. ما ما يجريش ورا مثلا قطه ويخبط فيها اه فعلمه باستمرار ازاي يحترم الاشياء مم. ويحترم الاماكن واحترم الناس المحبة بتاعته أه بعلمهم من ضمن المبادئ الروحية بتاعته إزاي أه بيصلي بيقف يصلي أه حافظ حاجات بيعملها وبابا وماما دي مهمة أولا بقى والامهات دلوقتي بابا وماما الاتنين تفاهمهم مع بعض عشان حط نظام يمشي عليه العيال مهم ما هما الاتنين ما يضربوش بعض ما يتخانقوش مع بعض <applause> ما فيش واحد هو اللي يربي والتاني يدلع <applause> ما ينفعش حاجه زي كده <applause> لازم الاثنين يبانوا <applause> قدام العيل في السن ده لما يد واحده <applause> والرولز المبادئ اللي عليها حاجه واحده ده بينفذها وده بينفذها بابا وماما يعني بالظبط فمن السن ده بيتعود العيل يمشي على نظم في اوضته وفي برده تايم اوت بنعمله له بحسب سنه يعني دقيقتين يعني بس لازم يسمع كلام بابا وماما أوه. لو سبته من غير ما يسمع حاجه كده هيطلع من صغره ما يسمعش كلام اي حد خالص ولا حتى في المدرسه مم. يعني في عيال في المدرسه وفي في حضانه يعني في حضانه سن ثلاث سنين ونص واربع سنين في بنت تضرب كل عيال مم. مم. كل عيال في الفصل فكل الـ الـ الاهل ال الاهالي جم اشتكوا البنت طبعا. دي بنت اهلها ما ربوهاش اتصرف ازاي؟ ايه النتيجه؟ طردوهم المدرسه. الاهالي يعني بيشتكوا مشهد عمال تلطش هنا وهنا في العيال يعني ولو الثابت هتكبر على هذا المبدا يعني. طب دكتور نبيل في سؤال جاء بي بيقولوا عندهم بنت عندها تسع سنين عصبيه جدا و دايما وبتطلب طلبات كثيره قوي وبينفذوا لها كل طلباتها واذا هم طلبوا منها اي حاجه تعملها بتتنرفز جدا وبتزعق تسع سنين هل في و... اخوات اصغر منها؟ هل في اخوات اصغر منها؟ ما مش عارفه يعني مجاز بنتي لا ما فيش اخوات اصغر ولما بتتعصب لدرجه انها بتضرب نفسها يعني بتقعد نرفز جدا انها تلتم بقى روحها اوكي لازم نعرف حاله زي كده ده تشايلد سايكولوجي لازم نشوف ايه اللي حصل في البيت؟ مم. يعني بابا وماما متفاهمين بابا بيزعق وبيضرب ماما م. على طول بابا وماما حد فيهم عصبي وبيعمل حاجه زي كده لان العيال مش بس بيقلدهم روح الهدوء اللي في البيت او روح العدوانيه بتجيلهم وبنشوف العيل الصغير يعني هو اصغر واحد ولا الوسطاني ولا في بعديه انه كل عيل ممكن قوي الصغير يدلع م. ممكن الكبير أناس عليه بيقول له طفله وحيده طفله وحيده دي مشكله م. م. لأن الطفله الوحيده ديت متعوده ان الدنيا كلها تحت رجليها م. ان الاسلوب لازم يجي م. تمشي كلام على باباها ومامتها لانهم دلعوها م. اكيد جايه مثلا بعد تعب ويحافظوا عليها وهي بريشس يعني الحمد لله يعني بيبي كويسه م. ولكن انا مسؤول تطلعها مؤدبة ففيش حاجة اسمها تؤمر في بابا وماما وينفذوا كل حاجة بتقول حاجة تاخد كل حاجة هي عاوزاها ومفيش حاجة اسمها أقول لها حاجة ما تعملهاش لا ده عاوزة من دلوقتي يبتدوا نظام معاها حتى لو عرضت م. حتى لو ده في الأرض لكن لازم تنفذ رولز معينة وإلا هتقعد كده ما تكبر م. يعني احنا في عندنا مشاكل بتاع الطفل الوحيد انه حاسس ان كل حاجه لازم تجاب لي مم. ما فيش غيره هو كغلط بابا وماما بيعلموه ان كل حاجه تجاب لي مم. وده لما هيكبر ويتجوز هطلع عينيه اللي معاه طب ده هيشتغل ازاي في حته في يوم من الايام ومطالبه هي لازم تمشي مش هيمشي عليه اي قانون فلازم من الصغر من الفتره دي تسع سنين بنت تسع مم. سنين دي قربت لها الدوره بعد سنه او اثنين يعني. مم. يعني قصدي كبرت. كبرت. ف يعني the sooner the better. مم. من بدري ابتدي حاليا انا بابا وماما نقعد مع بعض ويت... ونقول ويت... ايه النظم اه. عايزين نعملها. نغير في نظام اعطائها كل حاجه هي عاوزاها. اذا قالت لا هتعاقب. تعاقب مم. بايه؟ اخذ منها مثلا لعب، اخذ منها حاجه وأنا بتحبها. بس أنا مش هضرب يعني. ازاي اخليها تسمع الكلام اه. لانه الطاعه وسماع الكلام أوه. مهم في الحياه بتبع قوانين سواء في دي بتروح مدرسه اه تسع سنين اكيد بتسمع قوانين ده. المدرسه برضه بنسال في عيال في المدرسه مش بيهتموا بيلطشوا المدرسات بايديهم مم. يعني يلطش المدرسه تقعد يروح يحطش قلم وعنده تسع سنين ما ينفعش الكلام ده لا بيضرب العيال كلهم مم. ف العيب بيبقى من البيت مش كل عيل وحيد يطلع عيل مش مؤدب م. لازم أ يعني افهم يعني الصح والغلط ايه ف... وابتدي من دلوقتي قبل ما يعني يخش بقى فتره المراهقه الحقيقيه يعني يعني نرجو يكونوا سمعوا الاجابه في سؤال مشابه لكده برضو طفل اربع سنين ونص مش بيسمع الكلام ابدا ومش مطيع ابدا وبيجرب ومعاه كل حاجه تايم اوت وعقاب و... وكل حاجه ما بيتغيرش ده سؤالهم يعني هل هو من اللي نسميهم الاطفال ذو الاراده الحديديه يعني يمتنع مهما حصل العيال بالمنظر ده دي مشكله اذا كان من نوع اللي ارادته زي الحديد يعني مثلا اسمه سترونج ويل تشايلد يعني الويل ارادته قويه جدا قد يكون كده هم قد, قد يكون من النوعيه دي للاسف النوعيه دي عاوزة طول بال قوي ومحايله من هنا عشان ينفذ عشان ينفذ قاعده ما انا لازم احط له قواعد هيمشي عليها او نظم هيمشي عليها هو مش عاوز يعمل الكلام ده بحاول مره احايله مره افهمه مره اخد منه حاجه اصلي انه قالوا من الكلام ده ان العيال اللي بيوصلوا حتى سن 17 18 بالمنظر ده ما بينفعش معاهم غير يعني بابا وماما يصلوا لاجلهم م. لانه العائلة صحيح يعني ممكن يكون قائد صحيح يطلع عيل قائد ليدر كده اه يا اما يبقى ليدر بتاع جانج اه يا اما ليدر في, في المدرسه وفي الفصل في الكنيسه اه فبحسب يعني الشر ولا الخير يمشي م. عليه يعني م. اذا سمحت له ان العيله يضرب اللي حواليه ويلطش فيهم م. وهو وانا ما عاقبوش لا لازم يتعاقب يتعاقب ازاي باخذ حاجات منه فزي ما قلنا قبل كده في بعض العيال اكتر عقاب ليهم ماما ما تديهمش هاج او ما تبسهمش وفي عيال يتعصبوا ده قوي لو خدت منهم العجله او الكمبيوتر اللعب اه بيحبوها يعني فاشوف ايه الحاجه اللي بيحبها واخدها منه شويه كعقاب بعض العيال في السن ده لو ما سترونج ويل دول يعني ممكن يقول مش همم لا ادور على حاجه لم تهمه مم. في حاجه هتهمه واعملها لغايه ما يعرف انه لازم يتبع الرولز والقوانين مم. لازم واللي بيطلع العائله بيسميه ان يعني انسان مش بيتبع مم. حاجه خلص. ما بيطاوعش ابدا اي حاجه يعني الانجيل بيعلمنا ان انا لازم لازم بلا نظام دول بلا ترتيب انزلوا الذين بلا انزلهم. ترتيب أوه. مش 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 لازم كده يعني يعلمه اشجعه اذا عمل حاجه كويسه صحيح م. وعلمه وارادته ديت احاول الينها له لكن ما اسمحلوش ان يكسر كل القوانين بالظبط حتى لو كان وحيد يعني بالظبط ثانك يو دكتور طيب عاوزين نشوف بقى ارشادات النمو الجنسي اللي بيبتدي يتعرف على الجزء ده بقى أعضاء. يعني م. العيل طبعا بياخد شاور استحمى اه اولا اخد بالي طبعا بيدعات العيل وحاول يلعب عايمه يعني حاجه منفوخه كده يلعب بيها اخلي بالي قوي انه كحاجه خطر م. كتير من الامهات يسيبوا العيال في بانيو في ميه بيلعبهم ويخرجهم أوه. يعملوا حاجه بره هو بيلعب يرجعهم يلاقوا غرقان الزحلق بعد والميه مغطيه مش عارف يقوم لا فلازم بالي من حاجه م. زي كده من جهه الامور الجنسيه لازم اعرفه اسماء الاعضاء م. الخاصه بتاعته أو. تسميه صح مش, تس مش تدليع م. يعني ممكن اسم العلمي بتاعها او اسم صح مش حاجه يعني فيبقى عارف الأعضاء دي بينضفها هو يعني واحنا مستحمم ممكن أوريه ننظف ازاي نفسه آه ما يصحش ما بحبش أبداً إن أحط آه ولد وبنت يستحموا مع بعض ما إن ماما تقلع خالص تستحمى معه. عشان تحميهم في ديسنسي في في كده آه اتكيت خاص البلد الولد يبقى عارف ما يعني بابا هياخد شاور وياخد ابنه معاه هما دي قلقانين ملط احنا في تربيتنا ما بنعودش حاجه زي كده وما ينفعش يمشي في البيت رايح جاي عريان لازم يبقى لابس حاجه ضروري على الاقل من تحت يعني ف يبقى عارف الاعضاء ممكن ينظفها كويس بيستحمى يعني يلمسها وبينضفها آه فالناس العيال اللي كانوا حاسين ان ماما قرفانه وبتغير الدايبر اه هيبقى عارفين لا أوه. يعني يعني حاليا بقت اعضاء كويسه واذا حصل وانا ما تعودتش انه الاعضاء ديت جزء من جسمه أوه. ودي برايفت بارت حاجات خاصه أوه. وان ربنا خلق له ديت ودي حاجه مهمه قوي أوه. بعلمه الكلام ده لان دي حاجه دي حاجة خاصة بيه محدش يلمسها غيره. لما يروح المدرسة أو الحضانة محدش يلمس الحاجات ديت <applause> بعلمه الكلام ده. لو حصل وما تعلمش حاجة زي كده هيعمل مشاكل لما يجي يتجوز. ان محدش يقدر يلمس نفسه ولا محدش يقدر يعني الزوجة ما تلمس ولا إذا كانت هي بنت زوجها ما يقدرش يلمسها خالص الحاجات دي عندها يعني في كده تابو حاجة المنطقة دي منطقة مش قوي مم. فلازم العيل في السن من اتنين لاربعة يتعرف على أعضائه ويبقى عارف إنها ربنا خلقها مم. لهدف لغرض معين يعني آه ينظفها بنفسه آه يبقى ماشي ديسنت يلبس حاجة ماما ما تقلعش وهي بتحميهم حاجة دي مهمة جدا متحميش الولد مع البنت آه فيه عيال في السن ده طبعا بيتفرج على الكمبيوتر اه وما فيش على الكمبيوتر اي سوفت وير يمنع زور اي حاجه فالعيل يكتب مثلا توي تي او واي يطلع له منظر جنسي مش عارف اتصرف ازاي فخلي بالي ان كل الكمبيوترز وطبعا هو بيستعمل بقى دلوقتي تليفون الايباد لانه ابتدى ايديه يتحكم فيها فبيستعمل كل حاجه اه فاخد بالك كويس قوي انه ما يتعرضش جنسيا يشافان حاجه مؤذيه ومش هيستوعبها مش هي. هو للاسف مش هيستوعبها بس هي هيكررها ويحاول ينفذها هيحاول ينفذها يعني ممكن ينفذها مع ولد مع عروسة أخته أو المشكلة ساعات ولد بيعملها مع أخته والعيال بيشوفوا مناظر قبيحة جدا ما صحش تتشاف فأخد بالي إن لازم يكون الكمبيوتر بيمنع ظهور بفلتر يمنع ظهور حاجة زي كده قدامه كنت بعلمه حاجة زي كده يعني ساعات كتير بابا وماما يبقوا يعني مخبيين ديفيديز كده أفلام غلط ويحطوها دايما العلم، من الحاجات اماكن التخبيه لا يا الناس يب... عارفينها بي... دي في... اللي بيروحوا يبصوا فيها دي بيدوروا فيها عارفين حط ايدهم بين المرتبه مثلا باك سبرينج ويطلعوا حاجه مثلا أوه. يعني ماما بتحط حق يروح يطلعوها أوه. ويحطوها يتفرجوا عليها دي الفتره انا بحاول انه اغلب الكرتون للاسف اللي موجود في القنوات العاديه كرتون مسيحي يعني بيدي مسجز جنسية غلط امم لعيال صغيرين يعني ثبت انه عدد مش فاكر بالضبط عدد الجزء السكشوال مسجز بطول السنة من الكرتون نزل. من الكرتون مم. عدد كبير جدا جدا مم. فأصبح الكرتون موجه للكبار الكرتون ده الصغيرين ده معمول بحيث الكبار ممكن يتفرجوا عليه مم. فبيعملوا قصص وحاجات للكبار بس مم. بسلوكيات لا تليق قدام عيل صغير. اه. احسن حاجه طبعا اشوف كرتون مسيحي او اخد بالي قاعد بيتفرج على ايه. والام تبقى واخده قاعده ما يعني التلفزيون از بيبي سيتر والكمبيوتر بيستر لا بيستر لا ما ينفعش هو اللي يربي الولاد لا الام تقعد تربيه. بس عمليا أه. الامهات مشغولين وبيحاولوا يلهوه. لا ممكن يكون التلفزيون فيه برامج بتجيبها له. من على اليوتيوب بحطه له حاجه قدامه أوه. ممكن اجيب له يعني دي في ديز كلها حاجات مسيحيه يتعلم فضائل واخلاقيات بس ناخد بالنا ان في هذا السن من اثنين لاربعه أوه. الايام دي أوه. بسبب الكمبيوتر وبسبب النت انا يعني سابق قلت الكلام ده قبل كده في حلقه قديمه أوه. ان في خادمات ناس احد في مصر ما استحملوش تصرفات بعض عيال في الفاصل سابوا الفاصل بتاع عيال سنهم أرب... ثلاث سنين اربع سنين هجوم الخدمات كلمونا وقتها بنعمل مؤتمر للخدام والخدمات وكان قاعدين وامناء خدمه مم. قالت ان في خادمه معايا سابت الفصل مم. عشان قله ادب تصرفات والكلام بيطلع من العيال من الدرجات أوه. يعني مم. ليه؟ لانه الكمبيوتر بيستعمله باي حاجه يعني كل حاجه فناخد بالنا كويس قوي مم. انه اللي زمان كانوا العيال المراهقين بيعملوه حاليا من سن ثلاث اربع سنين اذا العيال بيتعرضوا لحاجه زي كده بتتعب جدا مم. اذكر مره انه عيال ثلاثه بنت وولدين و ابوهم جاب افلام جنسيه اخدوها اتفرجوا عليها وبعدين الماما سايقه العربيه وطلعت على العجل ورا بصوا لقوا يعني بصت المرايه اتسرعت لا لقت ولدين وبنت في وسطهم مقلعينها واتفرجوا عليها اختهم ده ليه؟ لانه يعني شافوا افلام المنظر ده أنا ممكن يعني أودي يعني أبقى أنا عثرة لولادي الصغيرين بسبب الحاجات اللي موجودة في البيت. بسبب الحاجات اللي في البيت وبسبب إن الكمبيوتر متسابق كده بدون أي حاجة يعني وبيلعب بكل الريموتس ويشوف كل حاجة برضه بيكون في مراقبة من بابا وماما العيال بيشوفوه في السن ده وحاليًا الكنائس يعني مليانة وبتنصح ب بحاجات مسيحية كرتون مم. ينفع لهم يوريهم بايبل ستوريز و... وفي تي في شانل بتعمل كامله كتير يعني ممكن يعملوها او اجيب لهم الحاجات دي عشان يتفرجوا عليها. مم. والعيال بيسمعوا الكلام يعني في عيال انا اعرفهم يقولوا ماما قالت لنا ما نتفرجش على الكرتون ده اتفرج بس على الحاجات المسيحيه مم. لان بيسوعوا بابا وماما مم. في غياب ماما يعني ماما مش موجود راحت تعمل حاجه وبامكانهم يصيروا على اي حاجه قاعدين مع تيتا بتاعتهم لا ماما قلت ليه لا لا على حاجه زي كده بقول الكلام ده ليه ان احنا ممكن نعلم عيالنا من الصغر المبادئ الصح إيه اللي يشاف اللي ما يشافش بالضبط بحيث يبقوا ناجحين في حياتهم بعد كده أوه. ولا معقدين من اعضائهم ولا سابين اعضائهم لاي حد يلعب فيها يعني أوه. احنا اتكلمنا عن مراحل النمو في كل ناحيه زي ما كل عمر ليه ازماته السن ده برضو فيه ازمات بقى الجروح والكسور وال اه العيل بيبتدي ينطلق ويجري ي... ي... بقى يعني. ويجري ده غير طبعا ربنا ما يسمحش يعني يغرق في البول ولا الحاجات دي لكن ال... يعني دايما اخلي بالي المنطقه اللي بيلعب فيها الولد ما يكونش مثلا ترابيزه فيها زوي يعني شارب انجل يعني مم. العيل بيقوم يخبط ممكن يخبط في الزاويه دي. أيوه. والعيال أي حاجة قدامهم مثلا مكنة خياطة. مم. ممكن قوي يلعب فيها. أوه. فأخلي بالي حاجات تبقى متغطية عشان ما يستعملهاش تعمل غلط. مم. لكن ده السن بتاع الجري والوقوع والكسور والجروح أغلب العيال بيحصل لهم حاجات زي كده. لأن البيوت جايز تكون شوية ضيقة في مصر وفي عفش كتير والعيل بتخبط هنا وهنا يعني. آه يعني كتير من العيال يعني بيجرم يروح مفتوح مثلا فوق حجبه هنا. فتح فتح دم ينزل. انا مش واخد باله وبيجري مخبوط في حاجه. سلم مستاهل مثلا. انا حصل عيال قدام هذا المنظر يعني. عيل صغير سنه م. سنتين ونص آه بيجري كان في سلم م. طالع على فوق. آه من مش سهل ما فيش لا قاعده يعني بين حرف واحده فوق الثانيه كده يعني م. فهو بيجري 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 واحد بيلعب وبيجري بيجري واحد داخل راح مفتوح خالص حاجه اتفتح خدناه ويتاخد له غرز م. فدي حاجه متوقعه كتير متوقعة آه سنتين بتجري مثلا في حوش الكنيسه تقع تروح كسر إدراحها او, أو رجلها فده السن بتاع الجري والانطلاق طيب فممكن اتوقع يحصل ما اخافش يعني بس اراعي طبعا بقدر الامكان مم. يكون في البيت في امان ممشي. والحاجات اللي ممكن تعوض تعمل بعيد عن ابني يعني طيب. في سؤال جاي يا دكتور نبيل بنت عندها ثلاث سنين بيقولوا مش بتاكل غير قدام التي في يعني لازم تكون مم. بتتفرج على التي في ومش بتدخل التواليت غير لو في حد يفضل قاعد معاها يعني ما حاجه؟ ما يجراش حاجه؟ no. بس بتتفرج ايه في التي في؟ oh. ما هم عودوها mm. من صغرها mm. يعني عندها سنه تاكل قدام التي في انا بستغل الكلام ده طب ما تتفرج على في التي في؟ mm. يعني حاجه يعني استغل mm. ان تكون مثلا فيها كرتون مسيحي اتفرج عليه وهي بتاكل ما حصلش حاجه mm. يعني دي مش مش نهايه الكون يعني عاوزة. يعني الم... طب لو ما فيش تي في مش هتاكل لو هي في مكان تاني ما فيهوش تي في مش هتاكل؟ لا مع... يعني انا بتعوزها ممكن الكلام طبعا يحصل كلام طبعا يعني فمش هتاكل عندها ماكلت لغايه ما تجوع صح لغايه ما تجوع هتاكل هتاكل مش هيحصل حاجه يعني مم. بس انا بقول قصدي اذا كان موجود في البيت مم. وعاوزين بس يكون اتفرج عليه حاجه تكون مفيده يعني في كبار بي... يوم بياخد يتفرجوا على التي في حاجه يعني أوه. بس يكون حاجه مسيحيه قدام ما فات سافت حاجه أوه. يعني اذا راحت مثلا حته وما فيش فيها ومش تاكل ولا لها انت حر بلاش تاكل ما تسرعش وما تخافش يعني هتجوع وتاكل لازم يعني اسبوع في حته مثلا ما فيش فيها دي, دي ممكن يعني هتجوع موضوع دخول التواليت مم. في بعضهم بيخافوا امم انا عودتهم عليه البنت دي ثلاث سنين اكيد انا وهي عندها كم شهر او سنه دخلتها تواليت كنت قاعده قدامها اه فاتعودت ان حد يكون معاها يعني أوه. في بعضهم بيخاف م. لو قاعد لوحده على التواليت وماما خرجت وسابته اه يعيط ويصوت يعني م. فأنا برضه بالتدريج افهمه انا موجوده قدامك يا حبيبي هتزوجت حاجه آه في عيال ما يقدروش يعملوا فعلا اللي كان ماما بتعود. بتقول لهم انهم يحزقوا عشان يعملوا تحكي له حكايات وتتكلم معاه وطبعا دي, دي حاجه طبيعيه في التربيه طبيعي يعني ده ما تخافش منك لا دي حاجه طبيعيه في التربيه لغايه ما يتعود هو يعمل بسرعه او يتصرف ازاي وتوريه ازاي يتنظف لو راح في اي حته ينضف نفسه دي حاجه طبيعيه خالص طبعاً يعني طبعاً. ثلاث سنين مش متوقع ان يخش تويت لوحده ويعمل كل حاجه لوحده طبعا لا لا حاجه عاديه يعني احنا وصلنا تقريبا لنهايه الحلقه يا دكتور نبيل في عندك ممكن. بعض انواع من الاطفال الصعب بقى هو يعني ده هنلحق قدامنا دقيقه على الطفل الصعب <تصفيق> <تصفيق> الطفل الصعب ربنا يكون معاهم بابا وماما يعني <applause> عاوزين عاوزه طول انا خالص طول انا كبيره خالص المولودين كده وفي الغالب تلاقي ابوه او امه وهم صغير كده يعني في الغالب يعني جينيتيكالي يعني الوراثه يعني لكن النوعين دول ما طلعش غير فيهم لا كل ما اتعصب اكتر أوه. كل هما هيزدادوا تعب مم. لازم يكون عندي طول أنا صبر خالص وصبر كده. عشان أتفهم معاهم اه وعلمهم برضو اللي حاجات يمشوا عليها ويتبعوها يعني لازم يعني يكون كل بيت له كل نظام مم. مش اي حاجه سايبه يعني فالطفل العنيد مم. بسال هل بابا وماما اصلا كانوا كده حد فيهم حاليا عنيد او كانوا صغيرين كده فخلي بابا وماما يبطلوا عند مم. مم. مع بعض عشان الواد يتعلم كويس يعني بيقولوا دايما طفل عنيد يعني بيعمل كده يعني لكن الاطفال اللي هم اراده حديديه دولا انا قلت دولا عاوزين تو انا قوي قوي ومحايله وعقاب بقت حاجات منهم كده وكده لغايه لما يعني استحملهم انا بعضهم بيقعد لغايه انا فاكر مره جابوا في في برنامج كان فوكس ذا فاميلي جايبين عيال كلهم سنهم عشرينات وابوه وامه موجودين وبيحكم حتى مش عارفين نتصرف معاه فواحده قالت أنا الحاجه الوحيده اللي نفعت ان عملت اجتماع صلاه خاص بالبنت دي بيصلوا من اجلها فالبنت اتعدلت لان يعني بقى فيه جزء انا برضو بستغل اللي قدامي انا بمشي كلامي على بابا وماما <applause> فلما مش كلامي انا <applause> بستغل الحكايه ديت ف يعني ربنا يعني دخول الحياه الروحيه <applause> مع العيال اللي هم سترونج ويلد لما يكبروا دي بس اللي بتنفع هم. بتنفع معاهم بتنفع آه. معاهم كده نشكرك جدا جدا لدكتور نبيل ولكل الارشادات اللي سمعناها وكلام عن الفرح في الاول ونتمنى فعلا ونصلي ان كل الاهالي يربوا اولادهم التربيه الالهيه دي وصفات المسيح صفات الراعي الصالح تكون موجوده في الاهالي ربنا يفرح قلوب كل المشاهدين امين ويفرحوا قلوب اللي حواليهم كمان وبنقول كل سنه والامهات طيبين الويك اند الجاي في امريكا وكندا عيد الام وكل سنه وانتم طيبين الى اللقاء في حلقه جديده وانت طيبه يا دكتور وانت طيب <applause>